نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. قمة أممية للمناخ في نيويورك بحثا عن نفس جديد لاتفاق باريس. الأمل معقود على تعهد قادة الدول بالعمل أكثر على مكافحة التغير المناخي في خطوة مهمة لضمان نجاح كوب 26 المرتقبة في المملكة المتحدة. محاكمة تاريخية في الجزائر. ثلاثة من أقوى رجال نظام بوتفليقة يقفون أمام القضاء العسكري، بينهم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومعهم أيضا زعيمة حزب سياسي، يواجهون تهم المس بسلطة الجيش والتآمر ضد الدولة. قافلة تحط بمجموعة مدارس قروية شمال أكادير لمساعدة أزيد من 300 طفل على الاستفادة من حقهم في التمدرس. وفرت لهم القافلة بعض التجهيزات واللوازم المدرسية. طلبة الفندقة بمعاهد التكوين المهني بالدار البيضاء يتعرفون على أبجديات المطبخ الآسيوي التايلاندي، تحديدا في الأسبوع التايلاندي لفنون الطبخ. سفارة هذا البلد جابت بهذا الحدث العديد من المدن وحطت به أخيرا ما في مرحلة ما قبل الأخيرة في الدار البيضاء. إلى التفاصيل. أهلا بكم. موعد أممي جديد من أجل المناخ ينطلق بعد قليل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. قمة تجمع نحو 60 من قادة العالم يغيب عنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هدفهم إعادة إحياء اتفاق باريس الذي أضعفه خروج الولايات المتحدة منه. ويؤمل من هذه القمة انتزاع المزيد من التعهدات من قادة الدول بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في الاحتباس الحراري في ظرفية وصلت فيها هذه الغازات إلى مستويات قياسية. ومن أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك ينضم إلينا موفدنا خالد نجدي. خالد، أهلا بك. ما المنتظر إذن خالد نجدي من هذه القمة؟ نعم، أهلا زهرة. نعم زهرة، هذه القمة التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تنطلق أشغالها بعد نحو ساعتين، وستنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات. ويمثل صاحب الجلالة في هذه القمة صاحبة السمو الملكي الأمير لالة حسناء. زهرة، هذه القمة توصف بأنها قمة الالتزامات، حيث سيتم خلالها استعراض الالتزامات والخطط الوطنية المحددة الهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2020 ووقفها كليا بحلول عام 2050 وتعزيز التكيف والصمود. هذه القمة ينتظر منها أيضا التزام قادة العالم بتمويل الصندوق الأخضر للمناخ ورصد مبلغ 100 مليار دولار سنويا لدعم البلدان النامية في التكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الإعلان عن استثمارات لتشجيع الطاقات المتجددة والحد من الوقود الأحفوري. ظهر هذه القمة ينتظر منها أيضا بلورة التدابير لتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وستركز على القطاعات التي تسبب قدرا أكبر من الانبعاثات والقطاعات الأخرى التي يمكن أن تحدث فارقا. هذه القمة ستركز أيضا على معالجة أولويات الدول الجزرية الصغيرة وهي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وستخصص لها خلال الأيام القادمة اجتماعا رفيع المستوى. هذا زهرة في المجمل المنتظر من هذه القمة. طيب، سبق للمغرب أن نظم كوب 22، كيف ينظر إلى المشاركة المغربية خصوصا وأن المملكة تعد فاعلا كبيرا في القارة الإفريقية؟ زهرة، من خلال من التقيناهم هنا سواء من مسؤولين أو ممثلي المجتمع المغربي، ينظر إلى المغرب كفاعل ومشاركته تكتسي أهمية بالغة لمجموعة من الاعتبارات. أولا، فالمغرب فالسياسات العمومية التي ينهجها المغرب في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية تعتبر نموذجا على الصعيد الإفريقي، كما أن التقرير 2019 حول مؤشر الأداء المناخي صنف المغرب ضمن البلدان الخمسة الأولى الأكثر التزاما، متقدما على بعض الدول الأوروبية. هذا التصنيف يمكن تفسيره بالجهود المبذولة خلال السنوات الخمسة الأخيرة الهادفة إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة، تطوير قدرات طاقية جديدة من أجل بلوغ هدف 42% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020 و42 بحلول عام 2030. زهرة، المغرب
يتوفر أيضا على مجتمع مدني وبلورة العديد من المبادرات، بالإضافة إلى أنه نظم قمة مراكش وما تلاها من رئاسة ومن بلورة العديد من الشراكات، وبالتالي فالمغرب ينظر إليه هنا كشريك فاعل ومساهم أساسي في أجندة الأمم المتحدة وفي معالجة القضايا المطروحة عليها. خالد نجدي، مفادنا إلى قمة نيويورك بمقر الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك. وحدث قمة المناخ تواكبه مظاهرة مطالبة بفعل المزيد من أجل الأرض، أصوات الشباب تقود هذه المطالب. وقد شهدت دول عديدة في مختلف القارات الخمس مظاهرات حاشدة خرج فيها الملايين من الشباب الذين تحركوا باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر وباعتبارهم مستقبل الكوكب. وخرجت مظاهرة منذ يوم الجمعة قبيل قمة للشباب في الأمم المتحدة نظمت السبت الماضي وقبل قمة اليوم التي تجمع قادة الدول. وفي سويسرا يختار المتظاهرون الخروج في جبال الألب حيث ظهر تأثير التغيرات المناخية على الثلوج التي عادة ما تكسو هذه الجبال. ونواصل الحديث عن المناخ وعن قمة نيويورك مع نادية اليوبي رئيسة خلية البيئة. إذا نادية أهلا بك. أهلا بك زهرة. مسيرة في دول العالم وإضراب عالمي للمطالبة بالتخفيف من الضغط الممارس على كوكب الأرض بفعل الاحتباس الحراري، هذا التحرك كان بلغة واحدة تحدثها أيضا الشباب المغاربة؟ نعم، الشباب في نيويورك كما في بقية العالم كما قلت زهرة، وإن اختلفت ألسنتهم إلى أن الهدف كان واحد، اسمعوا أصواتهم للمنتظم الدولي ولقادة الدول والحكومات من أجل التحرك الحقيقي باتجاه تفعيل مقتضيات اتفاق باريس وإخراجها من جمود السجلات والوثائق إلى برامج حقيقية تقود العالم إلى خفض فعلي لدرجة حرارة الأرض. الشباب المغاربة زهرة حاضرون بقوة في نيويورك وشاركوا في مسيرة الجمعة الماضية، وفي مدينة مراكش أيضا الجمعة الماضية خرجوا بكثرة في انتظار مسيرات أخرى يرتقب تنظيمها الجمعة القادم إن شاء الله في كل من الدار البيضاء، فاس، الرباط، ودمنات للمطالبة كما سلف الذكر بعدالة مناخية وبتحرك حقيقي لأجل كوكب الأرض. ولأجل كوكب الأرض نادية، 194 بلدا وقعوا على أو وقعت على اتفاق باريس للمناخ سنة 2015 المتضمن لمجموعة من الإجراءات من أجل البيئة، فما هي أبرز نقاط هذا الاتفاق؟ نعم، يقر اتفاق باريس زهرة بأن مسؤولية التصدي لتغير المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول، ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة. أول وأهم بند في الاتفاق تقييد تغير المناخ لاحتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة دون درجتين المئويتين ومواصلة تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجات مئوية. فهناك دول عديدة زهرة خصوصا الواقعة على الجزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر ستصبح لا محالة في خطر في حال تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجات مئوية. أيضا إلزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة وتزويدها بالتمويل والمساعدة في التأقلم مع التغير المناخي والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. اتفاق باريس يطالب أيضا الدول المتقدمة بأن تكون في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات في حين يتعين على الدول النامية أو الفقيرة مواصلة تحسين جهودها في التصدي للاحتباس الحراري في ضوء أوضاعها الوطنية. لكن فيما يتعلق بالمساعدة المالية لدول الجنوب، وعدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويا، هذا منذ سنة 2009 بدءا من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة حتى تتلائم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحايا. هناك أيضا بند يتعلق بالخسائر والتعويضات، ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحراري حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد وأيضا ارتفاع مستوى المياه زهرة. والتكيف مع التغيرات المناخية والتوجه نحو الطاقات النظيفة من البرامج الكبرى التي مكنت المغرب من الارتقاء لمصاف الدول الرائدة في المجال البيئي. نادية، نعم كما قلت، سنة بعد سنة وبفعل التغيرات المناخية
وشح الأمطار ينخفض منسوب مستوى الفرشة المائية في الكثير من المناطق. مثلا نعطي مثال في إقليم الحاوز نسجل عجز مائي للاستخدام الفلاحي والذي يفوق 100 مليون متر مكعب. تغيرات دفعت وزارة الفلاحة إلى تكييف نمط الزراعة وتقنيات الري مع واقع المناخي. هذا ما يسمى بتكييف الزراعة مع التغيرات المناخية. هناك روبورتاج لحسن هبان وعدنان صيلاني يسلط الضوء على هذه النقطة لنتابع. الزراعة البديلة نهج جديد يساعد على تحويل الأراضي البورية القاحلة إلى غابات خضراء، أما الهدف فهو دعم التنمية القروية مع الحفاظ على التربة من الإنجراف وصون الفرشة المائية كذلك. خطة طموحة تنهجها وزارة الفلاحة هنا في إقليم الحوز، تم بفضلها إلى الآن تشجير 11,000 هكتار. في إطار مخطط المغرب الأخضر اللي نادى به سيدنا الله ينصره، واللي أعطونا منتوج آخر هو الزيتون، لأن منطقة بورية كنا تستفيدوا غير من واحد المنتوج، رغم قلة لقيت فاش الأمطار تتنقص، وليت نستفيدوا الحمد لله حتى من الزيتون. الزيتون غادي تيشد بلاصتو، وثانيا مساهم لا في هذا ديال المناخ وفي إنجراف التربة. كان هنا غير صحراء، ودابا ردينا بحال الا ردينا فيه الروح دابا في هذه المنطقه. الا كبر هذا ينفع، الا كبر السيره غادي ينفع الجميع، غادي ينفع السكان، وغادي تكون فيه غادي تكون فيه الانتاج مزيان اي في كل شيء. غادي يكون التربه والجو غادي يكون مزيان، غادي تولي هنا مزيان. وتمت إحصائيات تظهر بأن حجم العجز في الموارد المائية هنا بإقليم الحوز يتضاعف سنة بعد سنة، لذلك تشدد وزارة الفلاحة على ضرورة اعتماد آليات الري بالتنقيط. حوالي 600 هكتار من الأراضي يتم تجهيزها سنويا بتقنيات الري بالتنقيط الموضعية. مع التغيرات المناخية من أهم ركائز مخطط المغرب الأخضر، واللي أعطاها واحد الأهمية قصوى من خلال عملية تشجير للتقريص من جراف التربة، كذلك من خلال التدبير العقلاني للمبيدات والأسمدة، التدبير للنفايات الفلاحية، كذلك من خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني لاقتصاد المياه الري. توظيف آليات الري بالتنقيط الموضعي واعتماد الزراعات البديلة ساهم هنا في إقليم الحوز في زيادة رقعة المساحة الزراعية وتكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية، مع توفير للمياه بنسبة تصل الآن إلى 80%. ثمار المجهودات التي يبذلها المغرب خلال السنين الأخيرة في مجال تحسين المناخ وحماية البيئة نتائجها صراحة ظهرت ضمن تصنيف الأمم المتحدة للمملكة في مؤشر عالمي جديد، واليوم يحتل المرتبة الثانية إفريقيا وضمن الدول الخمس الأولى المتقدمة في مجال حماية المناخ. المغرب وضع في الخانة ذات اللون الأخضر الفاتح التي تعني درجة عالية من الرغبة السياسية والمجتمعية في حماية المناخ خلف دولتي، أي متبوعا بدولتي السويد. والعودة إليك زهرة والبقية مع المناخ. نادية اليوبي رئيسة خلية البيئة كنت معنا في الفقرة الأسبوعية البيئية، شكرا جزيلا. شكرا. ونعود إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث الأجندة مزدحمة هذا الأسبوع، فعشية انعقاد الجمعية العامة وقمة المناخ وقبيل اجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة الذي يعقد اليوم. نظم المغرب أمس ندوة حول تمويل التغطية الصحية الشاملة بمشاركة وزراء الصحة أفارقة. وزير الخارجية نصر بوريطة أعلن خلال الندوة أن المملكة ومنظمة الصحة العالمية سينظمان اجتماعا إقليميا إفريقيا حول التقنين الصحي الدولي، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل. عودة إلى موفدنا إلى نيويورك خالد نشتي. توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية تلك هي الغاية الرئيسة لهذا الاجتماع الذي نظمه المغرب بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبحث سبل تمكين الجميع من الرعاية والتغطية الصحية.
أولا من الأهمية بمكان توظيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ثانيا من الضروري تعزيز الفعالية الإدارية والشفافية في تدبير المستشفيات العمومية. ثالثا من اللازم الاستثمار في الصحة. بدون رعاية صحية تتصف بالجودة لا يمكن تحقيق التنمية، فالتعليم والصحة هما السبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة. ولبلوغ هذه الأهداف أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة عن تنظيم مؤتمر على الصعيد الإفريقي بالمغرب شهر مارس المقبل يتناول تحديات تمويل التغطية الصحية. العام القادم سينظم المغرب حدثا كبيرا سيشارك فيه وزراء الصحة والمالية والشؤون الخارجية، وذلك لتوفير الالتزام السياسي الرفيع المستوى اللازم للمضي قدما في ورش التغطية الصحية. أتمنى أن المبادرة التي أخذت المغرب التي أشار إليها كذلك باجتماع في السنة المقبلة على المستوى الإفريقي أن يكون تعميم لها على مستوى وزراء المالية، لأن تمويل هذه المبادرات هو القضية المطروحة وليست قضية فقط صحية. المغرب أعلن أيضا عن استعداده لوضع مراكمه من خبرات وتجارب فضل رهن إشارة الدول الإفريقية، وأكد سعيه إلى جعل التغطية الصحية أحد مجالات التعاون جنوب جنوب، وذلك بهدف تقديم حلول عملية لتحديات مشتركة. وعلى هامش مشاركة في الأحداث التي يحتضنها مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره الإثيوبي وناقش على الخصوص تطور المشروع الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس والوزير الأول الإثيوبي عام 2016، مشروع منصة لإنتاج الأسمدة بأديس أبيبا بنحو 3,700,000,000 دولار. هذا المشروع الصناعي الضخم يهدف إلى إنتاج 2.5 مليون طن من الأسمدة سنويا في أفق العام المقبل. وزير الخارجية المغربي التقى أيضا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، وقد عاود المسؤولان التطرق إلى الشراكة المغربية الأوروبية التي تعد نموذجا في حوض المتوسط. والنموذجي في حوض المتوسط علاقات المغرب بإسبانيا في الشق الأمني مدريد وشحت الجنرال دوكور دارمي محمد حرامو قائد الدرك الملكي وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، وشحتهما بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، وهو أعلى وسام إسباني بمنحه تمنحه هذه المؤسسة الإسبانية. محاكمة تاريخية في الجزائر، ثلاثة من أقوى رجال نظام عبد العزيز بوتفليقة يقفون أمام القضاء العسكري بمدينة البليدة. سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري ومسؤولين سابقين في الاستخبارات إلى جانب زعيمة حزب سياسي يواجهون تهم المس بسلطة الجيش والتآمر ضد الدولة. مبارك إبراهيمي. يمثل اليوم أمام المحكمة العسكرية بالبليدة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق ومعه مسؤولان سابقان في المخابرات الجزائرية محمد مدين الملقب بتوفيق وعثمان طرداك، بالإضافة إلى لويزا حنون زعيمة حزب العمال اليساري. شقيق الرئيس الجزائري والمسؤولان السابقان في المخابرات تم اعتقالهم في 5 مايو الماضي، وفي 9 من نفس الشهر ألقي القبض أيضا على لويزا حنون، والتهم الموجهة لهم هي على التوالي المس بسلطة الجيش والتآمر ضد الدولة، وهي تهم يعاقب عليها القانون العسكري الجزائري بالسجن بين 5 و10 سنوات. ميلود إبراهيمي محامي سعيد بوتفليقة ومحمد مدين الملقب بتوفيق أوضح من جانبه أنه تم الانتهاء من التحقيق مع المتهمين الأربعة في 5 من الشهر الحالي، وأن هيئة الدفاع أبلغت بذلك. الملاحظ أن حضور مدين لجلسات المحاكمة أمر مستبعد بالنظر لحالته الصحية المتدهورة بسبب سقوطه من درج بالسجن، حيث يوجد رهن الاعتقال مما أدى إلى إصابته بكسر في كتفه وكانت له مضاعفات تحتاج إلى عملية جراحية ثانية. وفي رسالة مفتوحة، أسرة مدين أبلغت مرتين الرأي العام الجزائري بحالته الصحية المتدهورة. بالنسبة للويزا حنون، رفض القضاء العسكري الجزائري لثالث مرة طلب الدفاع بالإفراج المؤقت عنها.
وكان القائد العام للجيش الجزائري والرجل القوي في البلاد الفريق أحمد قايد صالح قد اتهم في 14 مايو الماضي سعيد بوتفليقة والجنرالين في المخابرات مدين وطرداق بعقد اجتماعات للتآمر ضد المؤسسات العسكرية، وذلك خلال الاستماع إليه كشاهد في إطار التحقيق في ملفات المتهمين. الجنرال المتقاعد خالد نزار كان قد كشف بدوره أن سعيد بوتفليقة أبلغه أنه يعتزم فرض حالة الطوارئ وإقالة قايد صالح. الجنرال نزار صدرت بحقه أيضا مذكرة اعتقال دولية في 6 غشت الماضي. بعد انتخابات أفضت إلى تعادل حزبين، يلتقي الرئيس الإسرائيلي مساء اليوم رئيس الوزراء المنتهي ولايته ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أبيض أزرق بيني غانتس. اللقاء سيكون مغلقا تشكيل الحكومة، وأملا في إنهاء الحكم الطويل لبنيامين نتنياهو أعلنت الأحزاب العربية الإسرائيلية للمرة الأولى منذ ربع قرن توصيتها بشأن اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، ودعمت رئيس الأركان السابق بيني غانتس لترأس الحكومة المقبلة. بعد أن وضع التعليم الأول في صلب الاهتمامات والسياسات، تتعدد المبادرات في اتجاه دعمه خصوصا في العالم القروي. قافلة حطت بمجموعة مدارس تازنتوت بجماعة أدامين شمال مدينة أكادير لمساعدة أزيد من 300 طفل على الاستفادة من حقهم في التمدرس، وفرت لهم القافلة بعض التجهيزات واللوازم المدرسية. روبورتاج الحسين الزيكرا في أكومات. بفرح طفولي بريء استقبل هؤلاء التلاميذ والتلميذات قافلة دعم التعليم الأولي بالوسط القروي، وذلك بمدرسة تازنتوت بجماعة أضمين شمال مدينة أكادير. فالقافلة ستؤتي فصولهم الدراسية بتجهيزات ولوازم مدرسية جديدة. فانا الكتب فانا الكتب فانا الكرطاب فانا باش نقرا مزيان. الكتاب والمحافظ والأدوات باش نقرا هاد العام ونجحو. أي دعم كيف ما كان إلا وكيخلي الأثر ديالو الكبير في وسط هاد الساكنة، خصوصا العالم القروي اللي كتحتاج مثل هاد المبادرات، وبالتالي أي دعم وصل هاد الوليدات الصغار إلا وكيعطيهم إضافات نفسية قبل ما تكون مادية ومعنوية. للموسم الثالث على التوالي يتم تنظيم قافلة دعم التعليم الأولي. هذه السنة سيتجاوز عدد المستفيدين 300 تلميذ يتابعون دراستهم ب14 مجموعة مدرسية تتواجد بالجماعات القروية لأكادير دوتنان. تجويد تجهيزات بأقسام التعليم الأولي بالعالم القروي والمناطق ذات الخصص، وبطبيعة الحال هي تجهيزات يتم تجميعها بدعم من الشركاء والمتدخلين. الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، وغادي يستفدوا 14 مجموعة مدرسية موزعة مجموعة من الجماعات القروية. مبادرة دعم التعليم الأولي بتوفير اللوازم المدرسية للتلاميذ وبتجهيز الأقسام الدراسية يرم تحقيق جودة التعليم وتهيئ الظروف الملائمة للتلاميذ لمتابعة دراستهم بالجماعات القروية والظواهر النائية بمنطقة إدوتنان. في نشرة أيضا، استنكار وإدانة واسعة بين سكان حي المرجة بمدينة فاس استيقظوا على مشهد مناف للحس المدني. إحراق حاويات جديدة للنفايات لم يمضي على وضعها وقت طويل، وهي حاويات من الجيل الجديد. روبورتاج دريس الكوهن، تحرير مبارك إبراهيمي. بعد إضرام النار في حاوية الأزبال التي وضعت حديثا بحي المرجى بفاس، حالة من الامتعاض والغضب تسود سكان الحي الذين لم يفهموا الدافع وراء القيام بمثل هذا العمل. الوقيته اللي كنقولوا خصنا الفرض ديال النفايات واعداد حاويات بالعدد الكافي والفرض ديال النفايات والتثمين ديالها ونعطيو قيمه لهذ النفايات، نتفاجأ بسلوكات يعني لا تمت للسلوك المدني بصله، ندينها ونقول بانه دائما في المجتمع المدني نقول انه لا بد من اعتبار المواطن جزء من الحل وليس جزء من المشكل. نحن نستنكر من هذه الافعال اللي وقعت هنايا. علاش حنايا كنتضروا بالروائح الكريهه والنفايات كتحط حتى على برا. سكان الحي اكدوا ان ارتكاب هذا العمل هو في حد ذاته جريمه تعني الهدر في وسائل عصريه ستساهم في نظافه الحي
كان فعلا في حاجة إليها. ما فهمتش أنايا علاش أديو هذا سميتو هادشي ديال الدولة. ما فهمتش أنايا زعما هادشي كيحاولوا بحال دابا الشركة ديال الأوزون مساكن كيبغيو ينظفوا المكان، الساعة الناس الساكنة ما كتبغيش النظافة. صراحة تنتفاجئوا، واللي كيكبدوا الشركة ولا الجماعة خسائر اللي هي كبيرة، فكتوصل كل حاوية تحت أرضية كتوصل حتى 150 مليون درهم في الميزون بلاس ديالها. فهاد الحاويات فهما داروا للساكنة. إضرام النار ليلا في حاوية الأزبال الجديدة بمجرد وضعها في حي المرجى بفاس لا يمكن وصفه، كما أجمع على ذلك السكان إلا بشيء واحد: العبث وغياب الحس الوطني. طلبة الفندق بمعاهد التكوين المهني بدار البيضاء تعرفوا على أبجديات المطبخ الآسيوي التايلاندي تحديدا في الأسبوع التايلاندي لفنون الطبخ. سفارة هذا البلد جابت بهذا الحدث العديد من المدن وحطت به في مرحلة ما قبل الأخيرة في مدينة دار البيضاء. روبورتاج سمير بوحميدي عبد العالم كوي. هي ورشات مرتبطة بطريقة إعداد الأطباق التايلاندية تستهدف الطلبة والمهنيين ليتعرفوا أكثر فأكثر على مميزات هذا المطبخ الآسيوي. بعد عدة مدن مغربية القافلة حطت الرحال بالدار البيضاء. المطبخ التايلاندي نعتمد عليه في سياساتنا لجذب السياح عبر العالم، ونعمل على التعريف بمميزات هذا المطبخ في الدول، ونطمح إلى أن يتعرف الجميع على خبايا أطباق بلدنا لتكون بوابة نحو زيارة تايلاند. ولإضفاء طابع الاحتراف على هذه التظاهرة، وجهت سفارة مملكة تايلاند بالرباط دعوة إلى طباخين محترفين ومكونين مهنيين ليؤطروا هذه الورشات لتبادل الخبرات وتبادل الثقافات، وفي إطار التنويع ما يسمى تنويع المطابخ العالمية، وفي إطار الاحتكاك مع هذه الشفات، ذلك الاستفادة التلاميذ والمؤطرين والمهنيين. التعريف بالمطبخ التايلاندي في المغرب هدف بارز لهذا النشاط، بحضور مهنيين ومتخصصين في المجال قدموا خصيصا من التايلاند. غدا يسدل الستار على فعالية هذه التظاهرة بمدينة الدار البيضاء لتنتقل نحو مدينة مراكش للتعريف بالمطبخ التايلاندي. ونختم من لوس أنجلوس الأمريكية، حيث أقيم أمس حفل جوائز إيمي أو الإيمي أوردز، وكما كان متوقعا كان مسلسل Games of Thrones أو لعبة العروش من بين الفائزين، وحصل على جائزتين في فئة الدراما بينها أكبر جوائز الإيمي وهي جائزة مسلسل طويل. أما عن فئة المسلسل الكوميدي فتصدر المسلسل البريطاني فليباغ القائمة بأربع جوائز بين أفضل سيناريو وأفضل ممثلة في دور بطولة، جوائز الإيمي الشهيرة والتي تعد مقابلا للأوسكار في الإنتاج التلفزيوني، بلغت هذا العام دورتها 71. بهذا نصل إلى ختام الظهيرة وفي أبرز ما جاء فيها: قيمة أممية للمناخ في نيويورك بحثا عن نفس جديد لاتفاق باريس، الأمل معقود على تعهد قادة الدول بالعمل أكثر على مكافحة التغير المناخي في خطوة مهمة لضمان نجاح كوب 26 المرتقبة في المملكة المتحدة العام المقبل. لإعادة مشاهدة هذه النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دزم.ma وتطبيق ماي دزم، وعلى الشاشة الأنباء متواصلة باللغة الأمازيغية بعد هذه النشرة. وفي 8:15 أنفسواف مع إحسان بن بل، والمسائية يقدمها هشام الغرفاوي في 9:15. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.